نبغى الآن ناخذ عرض بسيط لجمال ولا لا نبدأ بالجمال أبو حمد نشوف أبو حمد هذا مدرب أحمد التويجري ونعم والله ونعم والله بعرض لكم الحين بعرض أحد المهار صح؟ تمام ما بعرض مهرين إن شاء الله مهر ومهرة يلا بكيفكم أبو بشاري أنت استلم معه طيب الآن بعرض هذا يسمونه عرض جمال إبراهيم طبعا لها مواصفات ولها شراب جيب قيصر أميرة قيصر ها؟ ما عليه لا لا مو براكم مو براكم بدون ركض يا سامي طبعا السباق شيء والجمال شيء هذا المهر هذا فايز توه صح؟ فايز بالطايف طبعا حلو. هذا المهر قيصر الهملان الأب البطل شيل دريم ديزرت ابن أنيساتها شمس تبع مربط الوصيل بالعمارية جاركم هنا الأم ليفا نتاليا الحمرة هذه طبعا حقق الحمرة هذه نعم طبعا حقق الفضة بطولة الطايف هذا متى؟ هذا قبل شهرين تقريبا وفضل الله عز وجل تحت تدريبات اخونا الغالب وتركي الهملان ما شاء الله وهذا معكم العارض ابو حمد تويجري احمد تويجري عارض مبدع وله صولات وجولات بساحات الجمال يبي يعرض لنا الان عرض جمال للمهر هذا ولعل ابو تركي استاند بس يتكلم مواصفات الجمال تفضل الجمهور قدام يا سلام تكلمنا ابو تركي وش مواصفات الجمال بالخير بسم الله وعطنا الاسم عند مصطلحات اهل الخيل والاسم العامي عندنا يعني القطاه المنخر والله عندك اقدام اي والله عندك خبره خذ لك انا خيال يعني لو بالراي وصل لو يصير هنا لا انا ما عندك مشكله بس الشباب يمكن جافل من نفسه ابعدوا ابعدوا الكرسي يا شباب كامل كويس يا مخرج المكان حبيب قلبي ابعدوا بس شوي عن المنقل لا يا غادي مندي هذا المهر قيصر الهملان مواليد تقريبا عمره الآن 6 شهور تقريبا المهر جهزناه تدريب جسم اللي هو الكنديشن كامل أكل وأكل يعني بروتين عالي وأكل مخصص للتدريبات الجمال بحيث أنه يتعدل الجسم اللي هو هذا القطاع وهذا اللي يسمى الظهر اللي هو الصهوة القطاع؟ القطاع اللي هي المنطقة الخلفية يا سلام حلو يسمونها الصهوة يسمونها الكفل الكفل أو الكفل يسمونها الكفل ممتاز هذه الصهوة أو الظهر هذا الحارك أرقبة القوائم الأمامية القوائم الخلفية لازم بشروط الجمال يكون التناسق عالي يعني بحيث مثلا القطاع تكون متواسية مع الظهر مع الصدر على أرقبة حتى يكون المهر يعني طالع مواصفات جيدة وجميلة الآن المهر ما شاء الله تبارك الله الآن شغالين عليه البطولة تقريبا بعد شهر ونص بطولة تبع الجواد العربي بالرياض إن شاء الله وإن شاء الله إنه شكس جاهز باقي تعديلات ما تعديلات بسيطة اللي هو تنحيف رقبة يعني الآن تعدلون فيه هل هي بعمليات تجميل ولا لا, لا, لا تدريب تدريب يعني مثلا وغذاء المهر البارح داخل المسبح سباحة يدخل شوط سباحة تقريبا 80 متر رايح 40 وراجع 40 منه يشتد الصدر وينفتح القوائم تتواسى الكفل اللي هو القطاه تبدأ تترتب أكثر والحصان حتى إذا طلع يكون النفس عنده له مدى كثير هذه المهرة أميرة الهملان ما شاء الله ما شاء الله كم عمرها هذه؟ هذه عمرها أكبر من قيصر تقريبا بأسبوعين يعني ما يصلح يتزوجون؟ لا يعني لا لا بعدين على خير طيب كويس هذه الأب الراحل أنزو الأب الراحل أنزو الراحل إيش معناها؟ مات مات تقريبا قبل 6 شهور موت الجد يلا يرحم أي والله اسلم الأم سندريلا من مستوردينها من أمريكا الأم ما شاء الله هذه معليش معليش اخوي الحين هذا عربي وذاك عربي ولا مستورد كله عربي كل الخيل الموجوده هنا عربيه مستورد لكن مستوردات برت يعني اللي برا ينتجون عربي ايوه ممتاز راح نتكلم عن الخيل اللي خارج المملكه ممتاز حلو هذه طلبناها شبوه مشبه امها جاهزه ملقح على انزو جات هنا جلست 4 شهور 5 شهور ويسر الله وجاتنا هالمهرة هذه ما شاء الله يعني هذه من انتاج مربطكم من انتاج مربط وحملها خارج المملكة ما شاء الله ما جت بالطيارة امها حامل فيها يا سلام انا عندي طلب خليهم يذكرون الله لا اله الا الله المشاهدين مثل ما طلبوا اخوي قولوا ما شاء الله ما هذا واحد وش يصير تكرفسون هنا اخوي الخطيه قولوا ما شاء الله اسلم فيعني زي اشكال هذه مثلا هذه فيها طيب الراس ما جينا عند الراس الراس اذا كان حبه العين وش فيها العين عندك العين إذا كل ما صارت كبيرة مفلصة يعني أكبر يعني مثل الله يعني المغرة هذه مميزة عينها شوي عندك الخد
عندك الخد وينه؟ الخد وين هذا؟ لكن المخرج خليك معاه. الخد وينه؟ الخد هذا. يا سلام. ايه هذا يعني مهره صغيره توها باقي عليها وقت طويل علشان يبدا الخد يزين وتكتمل نموها اللي هو بعد 4 سنوات أو 5 سنوات. ممتاز. عندك النواهق هذه يسمونها النواهق او الكرسي العين. عندك البوز اللي هو الفم يصير ناعم. هذا يعني تقريبا ميزات الجمال. ومن هنا ما تجي كذا الجبهه؟ لا هذا الفناس اللي هو اذا زانت محجر العين وزان الخد يعني شيء طبيعي يتعدى المقعره يعني. ايوه اللي يسمى الفناس او مثل ما قلت المقعره. الاذان برضه الاذان لها يعني شكل معين اللي هو مقوسه من فوق مقوسه. ما شاء الله. يعني تقريبا هذا مجمل كلام سريع ولا رتبناه الترتيب نتعب عليه عشان يتضح للجمهور ولا المتسابقين. ابيض وجه. الله يسلم عليكم ان شاء الله. وين مهاراتنا ابو مشاري هذي ولا ذيت؟ لا بنجيبها؟ ايه. طيب. هذا كم عمره؟ المهر؟ المهره 6 7 شهور تقريبا. والمهر؟ المهر نفسه. اصغر منه باسبوعين تقريبا او اسبوع. 6 شهور. سم؟ كيف؟ اب على هواك. طبعا هذه كلها افراس اللي جايبينها لان الفحول اذا جت تسوي مشاكل فالافراس مع بعضها عادي يطلق يفكونها ما عندها مشكله. ما في مشكله. لكن الذكور دائما الذكور عادي. ها هو كذا طبيعه الحياه دائما الذكور مع بعض يسوي مشاكل. اي ابو حمد اطلع برا يجيب العيد. طيب اخونا ابو مشاري الان بيجيب مهر ولا فراس؟ مهر او مهره؟ مهره. اخت قيصر الحملان. هذه قيصر. هذه قيصر بيعلمكم. بيعلمكم العلم كامل. يلا يا ابو مشاري. ابو عزام لبيه شوف على مفلح له ساعه طالع فيه. الخروف لو تشوفه الخروف لو تشوفه من اليوم. اي اي شوف جاء جاء من اليوم. لا جالس من اليوم يلحق الا المهر الصغير. وين المهر الصغير اللي تايمه؟ راح المفلح. مخرج خليك مع ابو مشاري. خليك مع مشاري يا اشرف. طيب حنا شكرا للمخرج اشرف على اللقطات والسكبات اللي يسويها الحلوه. طيب حنا اولا نمسي على الجمهور والمشاهدين ورانا ولا قدامنا؟ مالك انت كلهم يجونا. طيب اولا نمسي عليهم بالخير لا هناك ما يقدر يجي ولا يشوفون الا كل خير ان شاء الله.